أتواجد هنا على شارع صلاح الدين، وبعدما شن جيش الاحتلال عملياته العسكرية استمرت 15 يوما، الآن الأهالي خرجوا من شمال قطاع غزة المحاصر، وبعدما أطلق جيش الاحتلال سراحهم وبعدما توغل في مراكز الإيواء في مدينة الشيخ زايد، هكذا باك المشهد هنا بعد حصار لمدة 15 يوما، وبعدما توغلت آليات الاحتلال إلى هذه المنطقة. هكذا هو المشهد الذي أصبح يتكرر في هذه المنطقة. سنقابل عددا من العائلات التي يعني ستروي لنا تفاصيل هذه يعني الهجوم. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. يعني مشهد بات يتكرر في هذه المنطقة، حدثيني ما الذي حصل؟ والله يا خالتي قاعدين احنا ما شفنا الا هم هجموا علينا بالدبابات، اخذوا شبابنا وسلامنا كلهم وطلعونا احنا تحت الطخ والموت، طلعونا وهم يطخوا علينا. حسبي الله وانت نعم الوكيل يا خالتي، بس حسبي الله وانت نعم الوكيل. ان شاء الله ايضا هنا نقابل احد النساء. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا حجي. ايش اللي صار يا حجي؟ مش قادر. ايش اللي صار؟ بس اشرح لي ايش اللي صار. طلعونا. حسبي الله ونعم الوكيل، بس حسبي الله ونعم الوكيل، لا اكثر ولا اقل. قاعدين ما شفناهم الا جايين، طبوا فينا الطخطخ من فوقينا الطياره بتفرق فينا بالولاد الصغار، اللي بصيح واللي بصرخ. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يوسع ان شاء الله. يعني هنا المواطنين والنازحين باتوا ينزحوا تحت نيران العدو كما نسمع، ويطلق جيش الاحتلال الرصاصات على المواطنين اثناء نزوحهم من فوقهم. السلام عليكم. كيف حالك؟ من وين نزحتي؟ نزحت من الشمال. ايش اللي صار؟ قولي لنا ايش اللي صار. كل ما نمشي دقيقة بنلاقي 7 دبابات قدامنا. فاتوا علينا اليهود وقالوا لنا اخلوا من خط صلاح الدين على الجنوب. قلنا مش خلينا على الجنوب، بدناش نخلي. قلنا بنمشي 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 وبنروح على غزة. قال طيب روحوا. عاد مشينا كل ما نمشي دقيقة بنلاقي 7 دبابات صفات. قالوا يحكوا لنا روحوا 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 روحوا. مشينا لما مشينا هينا وصلنا هنا مش عارفين وين نروح. انت وين رايحة؟ رايحة على الجنوب ولا كيف؟ لا انا رايحة غزة. بدناش نروح على الجنوب. هكذا العائلات باتت تنزح، يعني عائلة وراء تلواها الآخر. يعطيك العافية حجة. كيف حالك؟ الحمد لله. احكي لنا ايش اللي صار بالضبط. ايش اللي صار؟ نحمد الله ونشكر على الرضا على فضله، انه طلع ايش اللي صار فينا. ايش نقول؟ نقول لا اله الا الله، انا لله وانا راجعون. مش قادرين ايش نعمل، ايش نساوي؟ خش علينا الساعة واحدة طلعونا في المدرسة ودبحونا في الطخ والقايع والموت ونهان الهنون اكثر من هيك مهانه. ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ ايش نقول احنا؟ نقول ايش نقول للشعب ولا نقول للكبار اللي رمونا هالرمي هذا؟ الكلاب يوحشون اكثر من هيك، يضربوا فينا وهن وهنا. شبابنا تموت، قاعده بتموت، ما حد بتطلع فينا من كل الشعب. ايش بدي اقول لك؟ لا اله الا الله. هذا الطريق الذي اصبح خطير للغايه، ويستمر قصف جيش الاحتلال لهذه المنطقه. الاهالي تنزح الان. المشهد هنا بات يتكرر، وايضا اصبح يعني يلازم المواطنين بشكل يومي. الساعه 3 بالليل لما نشوف الدبابات اللي هنا وقفت على مدرسه الكويت، وطلعونا من الكويت ودونا على حلب، بعدين ودونا على مدرسه الجديده، بعدين اخذوا الرجال بدهم اياه، اخذوه بدهم شيء يسبوه، وبعدين صاروا علينا طلعونا 5-5 5-5. والله ما اخذنا حليب الاطفال، عندي توأم امهم شهيده وظل حليبهم بحرام في الصف، فيهم معي توأم وامهم اولاد وراي مش لاقي حليب اشربهم في الطريق. ومن الساعه 3 لحتى الان الاولاد ما اخذوش حليب ولا اخذنا حاجه. يا رب تطلع لنا يا رب، وين الدول العالم؟ وين العالم تطلع لنا يا ناس؟ طلعوا لنا الاطفال امهم شهيده وكلنا جو العالم في شقه، وكنا مش والدبابات ورانا وقدامنا ب 50 دبابه حوالينا لفات، وشربنا من هان من هان، وربنا طلع لنا هينا طالع بالتوا، وربنا ان شاء الله ينجدنا ونصب بالسلامه. مش عارف وين بدي اروح بالتوا، ولا معي حليب ولا معي حليب. يا ناس طلعوا لي، يا ناس طلعوا لي، يا ناس الاطفال هذول اليتامى. الاهالي ما زالت تاتي وفودا من منطقه شمال قطاع غزه. هذا المشهد الذي بات يتكرر في هذه المنطقه. نحن متواجدين على شارع صلاح الدين، ونشاهد الأهالي يأتون من منطقة شمال قطاع غزة، نظام يعني دفعة تتلوها أخرى من مراكز الإيواء. جيش الاحتلال ينفذ تطهير عرقي
للأهالي، ربما حدثنا بعض النازحين بأن جيش الاحتلال ينسف المباني وأيضا يعتقل المواطنين، وقد عمل على تفتيش والتحقيق مع النساء الذين كانوا متواجدين في مراكز الإيواء. أيضا هذا المشهد الذي نشاهده وربما ترصد الكاميرا نزوح عدد كبير من الأهالي من منطقة شمال قطاع غزة، تكرر هذا المشهد منذ صباح هذا اليوم، والعائلات تتوافد إلى هذه المنطقة عبر شارع صلاح الدين. هنا آخر نقطة ممكن أن نصل إليها وترصد لكم الكاميرا نزوح الأهالي. قد أطلق جيش الاحتلال فوق رؤوس المواطنين عددا من إطلاق النيران كي يجبرهم على النزوح والسير على الأقدام إلى مدينة غزة. الأطفال، النساء، الجميع بات ينزح في ظروف صعبة بعدما حاصرهم جيش الاحتلال. هؤلاء النازحين عانوا للكثير من المرات، حيث نزحوا من مدينة بيت حانون وأيضا من العديد من المناطق. تتكرر هذا المشهد، المشهد العاشر، بعدما حوصروا وأيضا نزحوا وقصف جيش الاحتلال منازلهم. الأهالي على هذا المشهد وعلى هذا الطريق باتت تنزح بشكل كبير، ولربما هنا الكاميرا ترصد لكم المشهد، نزوح كبير للأهالي في ظل إطلاق القذائف والنيران وتمركز آليات الاحتلال بالقرب من هذا المكان. هذا المشهد الذي بات يتكرر بشكل يومي ونشاهده ورصدناه لكم للعديد من المرات. الأمهات هنا باتت تجلس في الطرقات بعدما قطعت مشوارا كبيرا مشيا على الأقدام. هذه العائلات عانت الويلات الويلات بعد عمليات النزوح. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة، ربنا المستعان إن شاء الله، الله يصبركم. يعني احكي لنا عن الطريق وكيف كان الطريق وكيف كان الحصار. أول إشي نمناش الليلة هم يخبطوا لما إيش حوطوا كل المعسكر، نزحنا من أبو زتون، طلعنا على كمال عدوان من كما إحنا أسبوعين في حلب، لما إن أسبوعين في حلب الحين أجوا الليلة حوطوا كل المنطقة هذيك، المدارس اللي هناك حلب والكويت والاندونيسي، ما خلوش مطرح اللي تحوطوه. ضلينا قاعدين لما صار زعقوا الساعة 6 بدوا يزعقوا على الزلام. كل مدرسة مدرستها، كل مدرسة فيها 4 دبابات، كل مدرسة 4 دبابات. سحبنا حالنا وطلعنا زلام ونسوان كله على الساحة. ما قدرناش يعني انت غشيم على الزهر، ما قدرناش نحمل اغراض، كل واحد ظرفه وعيه، ظرفه غيرين بس مش اكثر. صرنا نقول النسوان، صرنا نقول للجيش النسوان يمر من جوا في الصفوف عشان يطعموا اولادهم صغار، اولادهم وش زي هيك. قال لهم ارجع ارجع لهم بطوخ، كان ارجع. صار الكاتل فيهم الجيش وصار هذاك. بعد شويه جوا بعد نص ساعه، يلا كله بالدور، كل واحده ورا الثانيه، كل 50 واحد تمرق على الكاميرات. هل قام بتحقيق مع النساء وتصوير النساء؟ تصوير على الكاميرات، نمشي كل 20 مرة بالدور ورا بعضهم، كل 20 مرة بالدور ورا بعضهم. ضلينا من مدرسة الكويت لحد نهال وإحنا نمشي كل 100 متر 4 دبابات من شقتين على الأسفلت، من هنا ومن هنا. والحمد لله هينا بنمشي. خالتي كل ما نيجي نقعد نتريح زي هيك، قوموا امشوا الجيش ما نتريحش يعني، قوموا امشوا. كل ما بنتريح يعني ترينا هذا وتريحنا لسه، ربنا المستعان. إن شاء الله. يعني هنا الأطفال أيضا يمرون بظروف صعبة، ويعني ساروا على الأقدام لمئات الأمتار. يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة. احكي لنا إيش اللي صار وإيش اللي شفتوه. والله كنا في الشيخ زايد، بعدين أجت اليهود طبت قذايف وقصف وفي 16، بعدين مسكنا حالنا ورحنا على المدارس، على مدرسة حلب ومدرسة حمد. من مدرسة حمد ومدرسة حلب بدوا من الثلاثة خش على الأندونيسي، حصروها وحصروا كل المستشفيات والمدارس كلهن، حصروهن. بعدين طبوا قذايف علينا وقنابل، وقعدنا بيجي ساعة ساعتين وإحنا قاعدين في الحمامات تحت وفي البيوت تحت، إحنا وكل النسوان وكل الزلام. كيف كانت اللحظات الأولى عندما دخل جيش؟ كانت كلها رعب في رعب، حتى ما توقعناش إن إحنا نعيش. كان كله طخ، والولاد أولاد تلمسوا كلهم صغار، وصرخوا صراخ من كتر الخبط ومن كتر الطخ، والطخ كان عنيف جدا لدرجة إنه وقف قلوبنا، وقعدنا نصوت وقعدنا نصرخ حسبي الله ونعم الوكيل.